حمد لله على السلامة يا محمود. انت عرفت كل ده ازاي يا يوسف؟ انت ناسي ان انا كنت ظابط ولا ايه؟ المشكلة بقى ان محمود مسح تسجيلات اخر 3 ايام من على كاميرات المراقبة بتاعت المحل. معنى كده ان بيأمن نفسه اول باول. ايه ده؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ انا طالع اخد حاجة ونازل على طول يا ماما. نازل فين؟ تعالى هنا فهمني. يا ماما وطي صوتك، ما تعمليش شوشرة. لا مش هوطي صوتي. ايه في ايه؟ انا عايز افهم. يبقى كلامهم صح يا محمود؟ غدرت بالراجل، غدرت بالراجل يا محمود. اللي فتح لك بيته الراجل الغلبان. تقريبا كده محمود. امشي يلا، ما تجيش هنا تاني، انت فاهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. روح منك لله يا شيخ. على فين يا حوض؟ منك ايه؟ مستعجل على ايه؟ وبعدين مزعل الحاجه ليه؟ نزل ايدك يا جدع انت بدل ما زعلك. ابويا اتحبس بسببك يا محمود. انا ما اعرفش حاجه عن السلاح يا شمس، ما اعرفش عنه حاجه. وهارون برضه ما تعرفش عنه حاجه؟ بلغي البوليس يا شمس. بابا هو انت ليه ما بتجيبليش سيرة ماما؟ امك ايه اللي خلاك تجيب سيرتها دلوقتي؟ عادي يعني، انت بس عمرك ما حكيت لي اتقابلتوا ازاي، قصة حبكم، حاجات شبه كده. ايوه يعني ايه اللي خلاكي تفتكريها فجأة كده؟ اصلا انا حلمت بيها. طيب لما توحشك قوي بتفرجي على الصور بتاعتها؟ مش بتكلم على الصور، انا عندي صور ليها كتير، انا بس عايزك تعرفني بيها اكتر، تحكي لي حكايتكم. حكايتنا ايه واحكي ايه؟ هو انت عيل صغيره؟ مش وقته الكلام ده خالص على فكره. اسفه، تحب اسيبك ترتاح؟ تعبان، بيخلي أمير يجيلي بكرة عشان أنا راجع السجن. حاضر. حاولي تقعدي مع المحامين بقى عشان أنا مش حاضر أستنى هنا أكتر من كده. مش كل مرة يحاولوا يقتلوني ربنا هيطلعني منها حي، دي تاني مرة يحاولوا يقتلوني وأنا جوه السجن. حاضر، أنا همشي عشان أسيبك ترتاح. يلا مع السلامة. وبكده يا ستي انت معاكي المبالغ اللي تغطيلك كل الدفعات الماليه المطلوبه منك خلال الست شهور الجايين. ايه يا يحيى، انت مش متخيل فرحتني قد ايه بجد. انا كنت خلاص قربت ايأس، كنت هفقد الثقه في نفسي خالص. يا بنت الحلال انت ذنبك ايه؟ انت عملت اللي عليكي واكتر. بعدين يا ياسمين انت عارفه انا بعاملك غير كل اخواتي، لازم تثقي فيها شويه وفي نفسك كمان. ابويا ذات نفسه زين العطار كان بياخد رايك وبيثق فيكي. الله يرحمه، هو فعلا كان على طول بيحسسني اني مهم. انت فعلا مهمه يا ياسمين، وانت كمان مهم قوي يا يحيى. يحيى انا حاطه امال كبيره قوي عليك في اداره العيله، حاسه ان وجودك انت على الكرسي هو اللي هيرجع العيله شكلها وقيمتها اللي انا كنت بحلم بيهم طول عمري. ان شاء الله مع بعض هنقدر نعمل كل حاجه. هنقدر ان شاء الله يا يحيى. بس انت ما قلتليش، هو انت اتصرفت ازاي؟ مفيش يا ستي، لما دورت على الاصول ما اتاثرتش بقرار التجميد، لقيت ارض اسماعيليه ما اتسجلتش من اساسه، جبت البايع وجبت له زبون يشتريها منه وخد عموله. هايل يا يحيى. شو قلت لك؟ ضميني على اخوكي وخليك واثقه فيا شويه. انا واثقه فيك. مالك؟ قاعده لوحدك ليه؟ مخنوقه وعايزه اكون لوحدي. وايه اللي خانقك؟ انت متغير قوي يا علي، معايا ومع الكل. لو في حاجه قولي، انا مراتك. هو انا لازم يبقى فيا حاجه عشان ترتاحي؟ لا، انا عايزك تكون انت اللي مرتاح يا علي. انا مرتاح يا سلمى. انت ما نسيتش حياه. استغفر الله العظيم، انت عايز تعملي لنفسك مشاكل من الهوا وخلاص؟ مفيش حد بيحب يعمل لنفسه مشاكل من الهوا. ما هو انا بصراحه مش فاهم، الموضوع اتقفل اكتر من 50,000 مره ولغايه دلوقتي بتفتحيه، ولما جبت سيرتها كانت زلت لسان. وانا مش مصدقاك، وانا احساسي ما يخيبش، حاسه كل اللي بتقوله ده اي كلام. طب اعمل عشان تصدقيه؟ تعملش حاجه،
أنا هصدق لوحدي، بس أنت ساعدني على ده. ألو، أي عيشة، إزيك وإزاي ابنك؟ كلنا بخير الحمد لله. أنا كنت عايزة أسألك على حاجة بخصوص علي. مال؟ في حاجة ولا إيه؟ لا لا، هو كويس. أنا بتكلم بس إن هو من ساعة ما رجع من نجع هو متضايق وحاسة مش مظبوط. لا تلاقيه زهقان من حكاية الشغل دي، ما هو أصل علي مش متعود على القعدة. شغل إيه عيشة؟ ما كل فترة علي بينزل الشغل وبيتابع على الأرض في النجع. كده مش حكاية شغل، أنا حاسة إني في حاجة مش عارفة، قلت أكلمك يمكن تدليني. لا يا حبيبتي، أنا لو عارفة حاجة كنت قلتلك على طول، أنت أختي. تمام ماشي، أنا هبقى أجيلك قريب إن شاء الله. تنوري تنوري يا حبيبتي، مع السلامة. ست عيشة، ست عيشة، هي يا معتصم ما تتنحنح ولا تقول أي حاجة قبل ما تدخل يا أخي. حقك عليا يا ست عيشة، بس الواد ده بعتها الست حياة وبيقولوا ان امه تعبانه قوي وعايزاك تروح لها. خلاص خلاص، تعال يا واد تعال اقعد. امك مالها؟ سخنه قوي بتترعش في البيت. عايزه على فكره اول ما ارتاح هجيب لك فلوس الكفاله. ميرسي قوي على انك دفعتها. اللي انت بتقوليه ده يا مدام ماجد ده ولا حاجه يعني، وبعدين احنا مش هنبقى اهل ولا ايه؟ دي حاجه ودي حاجه تانية. انت عايز لنسبك ويحيى اخوك هو اللي مبهدلني ومرمطني في الاقسام؟ لا لا لا، انت اللي غلطتي مع يحيى، انت اللي ابتديتي معاه المشاكل. بالراحه يا عز، ماما مش مستحمله الكلام ده دلوقتي. وبعدين خلصونا بقى من سيره التجاره والزفت اللي ما شفناش من وراه غير الهم ده. محمود يا حبيبي طمني يا ابني، عملت ايه؟ اطمني ياما، انا عملت الصح كده برضو يا محمود. هي دي اخره العيش يا ابني. انا اسف يا عم ذكري، اسف على كل اللي سببته لك، بس اطمن يا عم ذكري، انا قلت لهم ان انت مالكش اي ذنب، وان السلاح اللي لقوه في المحل يخصني انا، وان في حد جابه المحل وسابهولي. وانا مش هسيبك يا محمود، صدقني يا ابني مش هسيبك، ان شاء الله شده وتزول. ان شاء الله هنقوم لك محامي يا محمود. انا اسف يا استاذه شمس، اسف على كل اللي عملته مع بابا. انا اللي طالبه منكم انكم تدعوا لي، وانت يا امه ادعي لي. ربنا معاك يا حبيبي، ربنا معاك يا ابني. ما تعرفيش يا سارة طلتك عليا فرحتني كيف. كيف يعني؟ كيف ايه؟ اللي هو كده. امسك لك شي اتمر. طمران طمران يا بت، اوعي تفتكريني ملسلس. ايه يعني ايه ملسلس دي؟ يقولوا عندنا في البلد يعني اللي ما بيحسش يقولوا عليه ملسلس. بس اعمل حسابك انا مش هفضل قاعده في الدوار وحط ايدي على خدي، انت لازم تتصرف وتشوف لي حاجه اعملها. يا بت ما انت بتعمل الشاي الصعيدي حلو اهو. ايه يا فارس، انا ما بهزرش، انا زهقت طول النهار قاعده بزغط في البط والوز، انا نفسي في حاجه ايجابيه اعملها. يا بت انت زغيت البط دي الايجابيه نفسها، يعني انت لما البطه تبقى شبعانه وماشيه كده فرحانه كده مش ايجابيه دي؟ اه والله يا بت ايجابيه والله. خلاص ما تزعليش، انت اقعدي مع البت عيشه وهي هتشوف لك اي حاجه تعمليها في النجع. هي فاهمه ايه اللي ممكن يحصل في النجع، انت بس يعني تتودك شويه كده، وانا موافق على اي حاجه. اي حاجه اي حاجه.
أي حاجة أوافق عليها. طيب مبدئيا كده أنا عايزة عربية سوقها وأروح وأجي بيها. وماله؟ ما أجيب لك بالمرة مستكي. الله يا فارس بجد؟ أنت استني. أنت عايزة الناجح يتفرج عليا وياكل وشي؟ ما أنا العمدة يا بنت. بقول لك إيه يا فارس؟ ما تكفلش معايا أمال. تساعدني يا بنت. وبنت سبعة كمان. وبعدين يا حبيبي أنا دلوقتي مرة العمدة، يعني سيدة النجعة الأولى. سيدتي؟ النجعة الأولى. أنت سيدة النعجة الأولى. يا نعجة، يلا خش جوه. على فكرة أنت كده بتهزق. يلا ما أنا لازم أهزق. يا بنت الناس هتفرج علينا، خش زغر. طب هات الشاي بقى. يا بنت هات البوج ده. لا. يا بنت هات البوج ده. بحب هالحيوانة. أنا مش فاهم إزاي النيابة اتخرجوا معادي كده؟ نعمل إيه أكتر من كده؟ قبضنا عليهم والعربيات متحملة بالسلاح. تفريغ الكاميرات جه في صالحهم، والعربيات اللي دخلت واضح جداً إن هي دخلت بشكل متخطط ليه. يعني إيه؟ يعني اللي دخل العربيات كان قاصد يوقعهم، وهو نفسه اللي بلغ عنه.